إذا الثريان راح ينزل وبصير راح يطلع. هو التغيير الاختياري الوحيد هو التغيير. إذا سيبقى سامي الجابر في الوحدة في المقدمة لأن وصل الثريان سيلعب لكن لا ربما يوسف هي نفسه يعدي ناحية اليسار يعدي يوسف مر تغطية معاه ويمر كرة خلصة ثريان ثريان يحصلها يحاول يمر يعدي ثريان يشوف واحد من زملائه يمرر ثريان مرة ثانية مرميمو بدأ في الشوط الثاني وخاصة لما عند تسجيل الهدف هدف الوحيد وبالتالي محاولة الهلال الهجمات مرتدة ثريان يلعب ناحية اليسار والكرات المرسومة. شوف ثريان لما لعب ثريان وزن الفريق خط الوسط اليوم هي الفاصلة والحاسمة وأوسكار مبروك أوسكار مبروك صح أوسكار تستاهل التهنئة ولاعبين تستاهلون التهنئة على هذا المستوى اللي قدموا مباراة اليوم. والله الشوط الأول كامل للهلال الشوط الثاني دقيقة 30 هلال هاتو خذ ثريان من ناحية اليمين في اللعب ماشي توصل الكرة إلى الدوخي دوخي بيحاول يعدي يمر الدوخي ويلعبها أمامية ومحاولة جديدة للهلال ناحية اليسار سامي الجابر راح ينقل أقصى اليمين تأخر فيه يلعبها ناحية اليسار محاولة يعدي يوسف داخل مرة يعدي راح يعكسها